كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. جروب خيالة الأهلي وهو جروب من الجروبات المؤثرة لجمهور النادي الأهلي هنا في قطر في الدوحة، عاملين تابلو فني جميل يعني مع النادي الأهلي منذ قدوم الأهلي هنا إلى الدوحة في كل وقت مع النادي الأهلي مؤازرة ومساندة. خلينا نستطلع آرائهم ونرحب بيهم في على شاشة قناة النادي الأهلي. خليني في البداية أرحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وكلمنا عن جروب خيالة الأهلي و بقاله كام سنه متاسس، ويعني ماشيين خلاص في اطار ان هيتم اعتماده رسمي في الشرق الاوسط ان شاء الله. الجروب متاسس سنه 2021، عملناه في الكورونا. جينا نستقبل النادي الاهلي، ما كانش عندنا اي وسيله تانية للاستقبال غير ان احنا نعمل رايد نستقبل بيه النادي الاهلي، وطلعنا برايد من هنا. كنا تقريبا 8 بايكات، 8 بايكات بالظبط طلعنا بيه، وعملنا رايد الحمد لله كان جميل قوي، ويعني دعمنا اللعيبه شويه لان ما كانش فيه في الاستادات وكده، والحمد لله الحمد لله جابت نتيجه الحمد لله في 2021. عندنا مباراه صعبه جدا امام باتشوكا، شايف المباراه ازاي وتوقعاتك للمباراه؟ صعب على الاهلي، مفيش صعب على الاهلي، احنا الحمد لله قدها وهنكسب ان شاء الله. والموعد يوم 18 ان شاء الله مع ريال مدريد، لازم طبعا. باتشوكا فريق جميل وسريع جدا وبيلعبوا كوره قويه، بس احنا الاهلي برضه، احنا الاهلي، محدش يقدر لنا. بشكر حضرتك. عايز اروح حضرتك، شايف المباراه ازاي؟ يعني مواجهه فريق باتشوكا حلم قبل مواجهه ريال مدريد، اعتقد كل جماهير النادي الاهلي حلمها مواجهه ريال مدريد في المباراه النهائيه، شايف مباراه باتشوكا ازاي؟ والله اعتقد مش هتبقى مباراه سهله يعني، بس ان شاء الله الاهلي زي ما هو معودنا دايما يعني، متعودين منه دايما بيفاجئنا، حتى ان شاء الله في اللحظه الاخيره بيفرحنا كلنا، دي اجمل حاجه في الاهلي بصراحه يعني. توقعاتك لنتيجه المباراه؟ 2-1. 2-1 ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اسال حضرتك، الاجواء هنا في الدوحه في قطر ممتعه يعني، كل الامور ميسره باذن الله للنادي الاهلي، شايف المباراه ازاي وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي وتوقعاتك للمباراه؟ والله انا شايف ان شاء الله المباراه هتكون متوازنه ما بين الفريقين، ونحب نقول لعيبه النادي الاهلي احنا وراكم وفي ظهركم فين ما تكونوا، وتوقعات ان شاء الله هيكون في تعادل وفي اشواط اضافيه، وان شاء الله نكسب في الاشواط الاضافيه باذن الله. هو قال هنلعب وقت اضافي، احنا عايزين ننجز بدري مش عايزين نروح لاشواط اضافيه. شايف المباراه ازاي وتوقعاتك للمباراه؟ ان شاء الله في قضيه لقفشه ثاني ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نكسب 2-1 باذن الله. الجو العام هنا في قطر يعني، هو قال نقطه مهمه جدا، قال لك احنا ورا الاهلي وين ما يروح، اعتقد يعني جمهور النادي الاهلي عامل حاله جميله هنا في الدوحه. احنا الحمد لله من 2021 الاول كانت في ايام الكورونا، كان الوضع هنا صعب شويه في ان احنا نروح الاستاد وكده، الحمد لله يعني تحدينا كل حاجه ورحنا وكنا بنشجع الفريق، الحمد لله هم رفعوا راسنا الحمد لله. يا رب باذن الله. توقعاتك للمباراه، شايف المباراه ازاي؟ مين اللي يكون كلمه السر في هذه المباراه؟ اولا تحيه لقناه النادي الاهلي وتحيه لجمهور الاهلي في كل مكان، وباذن الله باذن الله ان شاء الله 2-0 باذن الله، وان شاء الله ما فيش اشواط اضافيه ولا حاجه، الاهلي قدها قدود، واحنا واثقين كل الثقه في لعيبتنا وجمهورنا، واحنا وراهم في كل مكان، في كل مكان ان شاء الله وراهم، داعمين ليهم ودفعه قويه احنا وراهم في كل مكان، وباذن الله باذن الله ان شاء الله الاهلي في النهايه مع ريال باذن الله يوم 18.